عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. يا رب السعاده والهنا والرزق والتفاؤل لمواليد برج الجدي الفتره القادمه باذن الله تدخل عليك بالهنا وعلى الفرح لقلبك وبالسعاده وبالشفاء باذن الله. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا من الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر، ورددوا دايما دعاء اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. الدعاء ده حلو جدا، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. ان شاء الله باذن الله اكتبوا الدعاء ده 3 مرات كده ورا بعض في الكومنتات، هتحسوا براحه نفسيه وباذن الله ربنا يحقق لكم امنياتكم. للناس اللي بتسعى على قراءه خاصه، لينك قناه اختي في اول تعليق، اتمنى تدعموها وباذن الله انا هختار هختار للناس اللي هتكسب معايا القراءه الخاصه، وان شاء الله باذن الله هتكون خلال الاسبوع ده. هعمل لكم، هختار الناس انا بنفسي، انا هختار بنفسي الناس اللي دعمت قناه اختي باذن الله علشان خطة تكسب معايا القراءة الخاصة. فما تقلقوش، انا مش ناسياكم، انا فاكراكم والله العظيم، بس حبة وقت وانا هختار بنفسي للناس اللي كسبت معايا. يلا احضروا معايا برج الجدي علشان خاطر نشوف قراءتك الفترة القادمة هتقول ايه وايه اللي مخبي لك باذن الله. برج الجدي، برج الجدي انت مريت بطعنات وبغدر اكتر ما تتخيل، يعني انت ظهرك انحنى من كتر الطعنات، ودايما اقول لك عندك تعابين في حياتك، تعابين بتلف حوالين رقبتك، بتلف لدرجه ان انت بتتخنق. انت من وقت للتاني يا برج الجدي بتجي لك خنقه غير طبيعيه، ما بتكونش قادر تستحمل الخنقه دي، وممكن كمان تعيط. انت معروف عنك يا برج الجدي ان انت كتوم، بتكتم، ما بتحبش تتكلم ولا بتحكي عن اي حاجه، راجل الجدي كتوم جدا وتقيل قوي في نفسه. فتاه الجدي طيبه جدا، قلبها طيب، قلبها من جوه نظيف، ما بتعرفش تكتم حاجه وما بتعرفش تخبي حاجه، واكتر حاجه بتوجعها لما بتفرح، بتحب تفرح الناس كلها، وده كله بيتقلب عليها، هي فاكراها نصاحه وفاكراها طيبه. برج الجدي اللي موديه في الف داهيه طيبه قلبه، وهو دايما في حاجات غفله عنه، في حاجات مش عارفها، وبالتالي دايما عنده وجع دماغ غير طبيعيه بسبب الحسد. اقدر اقول لك يا برج الجدي ان انت عندك 3 تعابين في حياتك، عندك 3 تعابين، من غير ما تاذيهم هم برضو تعابين في حياتك، ولو ما اذيتهمش برضو هم تعابين في حياتك. في ناس كتيره جدا بوشوش كتير، ناس بتقول لك احنا بنحبك وبندعمك وعايزين مصلحتك، بس هم مش كويسين. عندك شخص في حياتك بيكرهك جدا جدا يا برج الجدي، وهو شخص مقرب منك، هو شخص مقرب منك، وعندك حد من العيلة، حد عندك من العيلة، وهقدر اقول لك يا برج الجدي ان هو من عيلة الشريك، من عيلة الشريك. برج الجدي نصيحتي ليك ان انت تحاول تتخطى كل المشاكل اللي عندك الفترة اللي جاية، لان هيكون عندك بعض التضحيات وعندك بعض الدروس اللي هتتعلم منها ازاي تحب نفسك وازاي تهتم بنفسك. بلاش كل حاجة في قلبك تديها للناس، بلاش لما بتحب تدي من غير مقابل، لأ، مش كل الناس زي ما انت فاكر، مش كل الناس بتحب حقيقي، مش كل الناس كويسة زي ما انت فاكر يا برج الجدي. انا اقدر اقولك ان طيبة قلبك هي اللي مدمراك. شايفة هنا ان انت جواك طاقة ايجابية، نفسك تطلع ومش عارف، عندك حب لكل الناس، انت اصلا بتحب كل الناس، بس عندك خوف منهم اكتر علشان انت مريت بصدمات كتيرة جدا. مفيش قلب في الدنيا هيستحمل اللي انت شفته واللي انت مريت بيه. جواك خير، جواك دعاء، جواك جبر الخواطر، جواك دليل حلو، جواك نار، بس بتدعي ربنا يطفيها، بتدعي ربنا انه يكرمك ويوسع رزقك. انت دايما عندك هنا احساس بالخنقه والوحده، حاسس ان انت دايما مستني الفرح، لان الفرح وحشك، الفرح وحشك، وحشتك الحياه اللي كانت فيها ايام حلوه، اللي كانت فيها ايام جميله. انت حاليا ملتزم جدا بالصمت والكتمان، السنين اللي فات كنت شايل جبل، كنت شايل حمل تقيل، كنت شايل حاجات على قلبك تقيلة جدا، بس حان وقت ان انت تفرح، حان وقت ان انت تبص لحياتك، حان وقت ان انت تعرف ازاي تتصرف. انت مريت بحاجات غريبة جدا لحد الان يا برج الجدي، سايبالك علامات جوه قلبك وسايبالك طعنات، انت مش قادر، مش عارف تعمل ايه. كان عندك علاقات مع بعض الابراج وانت نهيتهم، يعني كان معاك علاقة من برج الميزان
وحصلت فيها مشاكل، حصلت فيها انفصال، حسيت ان انت شايل مسؤولية، حسيت ان انت تعبت واستحملت كتير. كان معاك كمان برج الدلو، بينك وبينه علاقة، بينك وبينه خطوبة، وسحروله اهل الشريك، سحروله علشان خاطر هم مش عايزينك ليه او مش عايزينكم لبعض، فسحروله وانفصلته بسبب خيانات وبسبب غدر. عندك يا برج الجدي مرات اخ خبيثة، مرات اخ مش كويسة، دايما بتعمل مشاكل. ودايما يا برج الجدي انت احلامك بتتحقق، دايما احلامك بتتحقق، اللي انت بتحلم بيه بيتحقق على طول من غير اي حاجة. الشريك اللي كان في حياتك كان خاين، طعنك، غدر بيك، عمل لك توتر، عمل لك عدم راحة في حياتك، لدرجة ان انت من وقت للتاني بتعاني من صداع مستمر، وبتعاني من حاجات كتيرة جدا ملخبطة حياتك، بتعاني من مشاكل، بتعاني من فقدان شهية، بتعاني من تساقط شعر رهيب، بتعاني من مشاكل كتيرة جدا في حياتك من غير اي سبب. ساعات بتكون في حالك كده مستني الفرح، وشك دبلان يا برج الجدي، وحاسس انه مفيش اي حاجة. وممكن كمان تكون دخلت في علاقة وطلع الشريك مش كويس، طلع متعدد العلاقات، طلع بتاع مشاكل ومش عايز يكمل معاك، وحصل بينكم انفصالات او مشاكل كتير. شايفة هنا انه اهل الشريك كان ليهم دور كبير جدا، ان هم بيكدبوا عليك وان هم يغزلوك. كان معاك برج الحمل، بينك وما بينه مشاكل، وكانت في ديون عليكم، ودايما كان بيكدب عليك وقهرك ووجعك، واهل الشريك حسدوك، اهل الشريك حسدوك. عندك حد مريض او انت مريض وبتاخد علاج، انت يا برج الجدي مريض جسديا، مريض جسديا، وعلشان كده بقول لك عشان كده انت بتعاني من وجع في الجسم غير طبيعي، الم في الظهر، الم في المفاصل، وجع غير طبيعي. علشان كده بقول لك هات كوبايه زيت زيتون واقرا عليها ايات، هكتبها لك باذن الله في صندوق الوصف. الايات دي هتقراها على كوبايه زيت الزيتون، وتدهن بيها جسمك مرتين يوميا، وباذن الله الشفاء العاجل ليك. وباذن الله تكسب معايا قراءه خاصه يا برج الجدي، علشان خاطر باذن الله، باذن الله انزل لكم قريب جدا علاج وشفاء حلو. شايفه هنا انه في ناس بتحبك كتير جدا يا برج الجدي، بس دايما متناقضين منك، وعندك حد جارك او حد قريب منك دايما بيكرهك، دايما مش كويس. عندك حد في حياتك حرف الام، او حد اسمه محمد عندك في حياتك، باذن الله هيكون احسن حد في الدنيا، او لو هو مريض ربنا هيشفيه، لو هو بيدرس ربنا هيوفقه وهيكرمه وهيرزقه. عايز اقول لك الابن اللي عندك ده يا برج الجدي، ابنك او ابن اختك، الله اعلم، انتوا عندكم حد بحرف الام، الحد ده طمنوه وبشروه، علشان باذن الله هيكون ناجح في حياته، وهيكون احسن حد بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. شايفه هنا يا برج الجدي ان انت دموعك على خدك، اتظلمت من ناس كتيره جدا، واتطعنت، اتظلمت واتطعنت، كل التعب اللي في حياتك ده من اقرب الناس ليك. شايفه كمان ان انت عندك حاجه هنا عايز تبيعها، عايز تبيع عربيه، عايز تبيع قطعه ارض، عايز تغير سكن، قطعت علاقتك مع عز الناس، علشان بتقول خلاص انتوا جبتولي وجع دماغ، جبتولي مشاكل. وارجع اقول لك تاني، بلاش مرات الاخ يا برج الجدي، بلاش مرات الاخ. مرات الاخ دي انسانه حسوده وانسانه مش كويسه. راجل الجدي دايما متالق في حياته، دايما بيعرف هو عايز ايه وبيفعل ايه، دايما بيعرف الخطوه اللي هيخطيها، ايه العقبات بتاعتها وايه الصح، بس دايما عنده مشاكل، عنده مشاكل بسبب العيون، بسبب انه مفيش جنيه بيقعد في جيبه، بسبب ان كل اللي جاي على قد اللي رايح. تسديد الديون باذن الله هتسدها الفتره اللي جايه، او انت عامل قرض، او عامل او مسلف حد فلوس هتجيلك الله اعلم، بس في فلوس جايه لك اليومين اللي جايين. انت من فتره دخلت في مشروع يا برج الجدي وفشل، دخلت في مشروع وفشل بسبب العيون. بلاش تحكي عن اي حياتك، بلاش تحكي عن اي حاجه تخص حياتك. النفور اللي بينكم وبين الشريك ده باذن الله خلال الفتره اللي جايه هيتحل، بس انتوا هدوا اعصابكم وبلاش المشاكل الكتير. لو انتوا، ارجع واقول تاني، لو انتوا عندكم علاقه مع برج الجد، مع برج الحمل، باذن الله هتتحل وهيبقى الامور حلوه، وهتاخد حقك تالت ومتلت. انت حصل عندك سرقه يا برج الجدي من فتره، حصل عندك سرقه من فتره، اتسرق تليفونك، اتسرق فلوسك، هدومك، دخلت اوضتك لقيت هدوم غايبه ولحد الان مش لاقيها، في حاجات اتنصب عليك فيها، فاحذر وخلي بالك. في حاجات عندك اتسرقت كانت عزيزه على قلبك، في حاجات عندك كانت عزيزه على قلبك، في ناس انت بتدعي عليها وبتقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، ربنا ياخدهم، ظلموني وكسروني، ظلموني وكسروني. انت كنت شايل حمل كبير ليك سنين يا برج الجدي، شايل حمل كبير ليك سنين، الحمل ده
وجعك الحمل ده، كسرك الحمل ده، عمل لك حاجات كتيرة جدا. شايفة بإذن الله ان انت هيكون عندك انطلاقة جديدة وعندك فرحة في ارض بيتك. انت رافع قضية او عامل مشاكل مع العيلة بسبب ورثة او رافع قضية في المحكمة، ما تقلقش، الحياة زعلتك كتير بس حان وقت ان ربنا يكبر بخاطرك، حان وقت ان ربنا يكبر بخاطرك. القضية دي هتربحها، القضية دي هتربحها. ولو انت عندك ورقة عاطلة ليها سنين في المحكمة، الايام اللي جاية دي ربنا هيكشف بصيرتك على الناس اللي هم دايما عاملين لك مشاكل. قولي بالنسبة للبومتين اللي حياتك، اللي ممكن تكون منهم زوجة الاخ او واحدة من البيت او من اهل الشريك، دول دايما عاملين لك مشاكل ودايما بيتكلموا عليك وفي ظهرك، دايما بيتكلموا عليك وفي ظهرك. فخلي بالك، وبلاش ارجع اقول لك بلاش تحكي عن اي حاجه في حياتك، اكتم اكتم. هم بيكتموا وبيداروا وبيقولوا لك كلام، مش بيقولوا لك كلام، الكلام ده يا برج الجدي بيكون عكس الحقيقه بتاعتهم. شايفه كمان يا برج الجدي ان انت هنا عندك من كتر المشاكل اللي بينك وبين الشريك والطعنات بدأت تفكر في انفصال. وشايفة كمان انه بعد مواليد برج الجدي بيفكروا في حمل، بعد مواليد برج الجدي مستنيين يسمعوا خبر حمل، او مستنيين ربنا يلم شمل، او مستنيين ربنا يسمحهم الخبر اللي هم مستنيينه من زمان. فانا شايفة ان الجدي عنده انطلاقة جديدة. بالنسبة للناس المطلقات او المنفصلات، انا شايفة ان انتوا عندكم هنا علاقة جديدة او علاقة جدية، علاقة جديدة او علاقة جدية والله اعلم. العلاقة دي هتديكم انفعالات حلوة، هتديكم انطلاقات جديدة، هتديكم حاجة معينة في حياتكم هتغير من نفسيتكم. الاعراض اللي بتظهر في جسمكم دي كتير جدا يا برج الجدي، فخلوا بالكم وانتبهوا. انت هنا زرت الطبيب او رحت لسكة الطبيب، بتاخد علاج، صرفت فلوسك على مشايخ، حصة لخبطة عندك في حياتك كتير، عندك حاجات لازم تخلي بالك منها الفترة اللي جاية. خلي بالك في شوية معلومات وفي شوية أوراق هتكتشفهم، والأوراق دول انت ما هتكونش مصدق، في حاجات انت هتكتشفها الفترة اللي جاية. أحلامك بتتحقق يا برج الجدي، أحلامك بتتحقق. دايما نام وانت متوضي، دايما نام وانت متوضي، علشان الأحلام بتاعتك دي هتتحقق بإذن الله. الفترة اللي جاية هيكون عندك بشرة سارة، بشرة سارة. البشرة دي هتديك انطلاقة جديدة وهتديك فرحة في أرض بيتك. واكتر حاجه يا برج الجدي وجعاك، اكتر حاجه وجعاك هم المقربين منك. انت يا برج الجدي ما بقتش تخاف من البعيد، بقيت تخاف من المقربين، عشان دايما الطعنات بتجيلك من المقربين منك، اللي هم اهلك، اهل الشريك، احبابك، جيرانك، الناس اللي بينك وما بينهم عيش وملح، الناس اللي بينك وما بينهم عيش وملح، هم دول اللي دايما بيجيلك الطعنات منهم. اما الغريب بيعرفك وبياكل معاك عيش وملح وما بتكونش متخيل. الدوامه اللي انت فيها دي يا برج الجدي هتطلع منها باذن الله. انت هنا ليك فتره يا برج الجدي، ليك فتره معينه بتعاني من حاجات او كاتم جواك او متداري وبتسكت كتير جدا الايام دي يا برج الجدي. في حاجه، في شويه امور في حياتك مختفيين، في شويه امور مختفيين، ولما انت هتغير المكان اللي انت فيه هتنجح وهتكمل وهتكسب. حاليا بدأت تشتغل على نفسك اكتر يا برج الجدي، وبدأت ان انت خلاص تبص لحياتك بشكل ايجابي، بدأت تركن الطاقات السلبية على جنب، وبدأت تبص ان انت لازم تنجح، لازم تقعد على الكرسي عشان انت تستاهل. بدأت تكون منفعل اكتر يا برج الجدي. انت هتطلع من اللي انت فيه، لسه الايام الحلوة قادمة يا برج الجدي لحياتك. الاوجاع اللي بتجي لك من فترة للتانية دي وحدها كده صدقني ده بسبب العيون اللي عليك وبسبب الحسد. شايفة كمان انه انتوا مش مرتاحين في ارض بيتك. راجل الجدي وراك ست خبيثة، وراك ست خبيثة دايما بتنق عليك، دايما بتنق عليك. في حد محطم حريتكم يا برج الجدي، في حد محطم حريتكم، في حد كاتم عليكم، في حد كسركم، في حد عامل لكم مشاكل غير طبيعية. شايفة ان هنا هيكون عندكم امور عكس ما انت تتخيلوا الفترة اللي جاية باذن الله. قولي يا برج الجدي انت اليومين دول مستني ايه؟ مستني ايه؟ مستني سفر ولا مستني التوقيع؟ الله اعلم. شايفة كمان ان برج الجدي من كتر ما انت اتخزلت من اقرب الناس ليك بقيت ما بتتكلمش مع حد، بقيت ما بتتكلمش مع حد. علامات الاستفهام اللي عندك دول في حياتك بإذن الله هيكون عندك انطلاقات حلوة وعندك انفراجات حلوة. من بعض اليوم والتاني يا برج الجدي بيجي لك حلم مزعج بيخليك تصحى من الليل تعيط، تصحى من الليل منفعل. بس ارجع واقول لك تاني يا برج الجدي خلي بالك، وانا واحدة ست
قريبة منك الست دي بتاعت مشاكل وبتاعت حوارات، وعندك واحدة ست تاني دايما هتدعمك، دايما هتكبر منك، دايما هيكون عندك أمور حلوة في حياتك. الأيام الحلوة قادمة ليك. برج الجدي انت ناوي على خطوبة أو ناوي على زواج أو ناوي على فرحة أو دخلت في مشروع وبتقول يا رب ينجح، بتقول يا رب ينجح. بالفعل إن شاء الله بإذن الله المشروع ده هينجح وهيبقى عندك أمور عكس ما انت تتخيل. قول لي يا برج الجدي انت ليه الحقيقة بقت توجعك؟ الحقيقة بقت توجعك جدا، بقت تصحى تحس ان انت متألم منها، تحس ان انت مخدور منها، تحس ان انت منفعل منها. في حقيقة عندك مدارية عليك، في حقيقة عندك مدارية، بس حان وقت ان انت تحط النقط على الحروف، حان وقت ان انت تعرف تتعامل، حان وقت ان انت تكسب، حان وقت ان انت تنفعل، حان وقت ان انت تعيش في الواقع بشكل ايجابي. عندك طاقة ايجابية الفترة اللي جاية بإذن الله هتغير من حياتك وهتديك امور عكس ما انت تتخيل. العلاقات حواليك كتير، في ناس كتير جدا عايزه تعمل معاك علاقات يا برج الجدي، فخلي بالك وانتبه. بلاش تحكي عن عملك، بلاش تحكي عن وظيفتك، بلاش تحكي عن اي حاجه. عندك حد في العمل حاطط نقره من نقرك، يعني حاطط راسه براسك، دايما بيغير منك، دايما بيحقد عليك، بيحس ان انت ما عملتش حاجه في حياتك وناجح ومتالق. الحسد وراك وراك يا برج الجدي. الطاقه اللي هتجيلك الفتره اللي جايه دي هتسعدك. عندك حد من برج الاسد، حد من برج التور هيدعموك وهيقفوا جنبك يا برج الجدي. عندك لم شمل، هتسافر تشوف العيله لو هم بعاد عنك او العيله جايه لك، الله اعلم. الجدي عنده مناسبه حلوه، وديني برجع اكررها تاني، عندك مناسبه حلوه ولم شمل مع العيله، وعندك تجمعات، عندك تجمعات حلوه. انت يا برج الجدي شايفه كمان لو انت معاك علاقه مع الشريك من برج الكوز، فبرج الكوز بيحبك جدا وعايز دايما يدعمك ويكبرك ويقف معاك، ودايما ان هو يخليك احسن. عندك حد من برج السرطان، عندك حد من برج العذراء، حد من برج العذراء بيتكلم كتير وعامل لك وشواش على عيونك. عندك اخت او اخ بيحبوك جدا يا برج الجدي، عندك حد بيحبك، عندك عزيمة في حياتك الفترة اللي جاية وهيبقى عندك خبر حلو. انت زي ما بقول انت لو مستني تغيير فانت عندك تغيير او عندك نقلة لتغيير جديد، الله اعلم. المهم ان انت عندك رحلة حلوة وعندك فرحة باذن الله هتغير. فتاة الجدي انت هنا عندك طاقة، الطاقة دي هتديكي امور حلوة. قولولي يا برج الجدي مين حرف الالف، مين حرف النون عندك، مين حرف الالف وحرف النون. شايفة كمان يا برج الجدي ان انت عندك مربع دايم في حياتك، عندك مربع دايم في حياتك. المربع ده مربع انت مش عارف تتخطى او مش عارف ان انت توصله، مش عارف توصل. الكلام الكتير اللي بيحصل يا برج الجدي مخليك بقيت منصدم في الناس بشكل سلبي، بقيت منفصل بشكل حياتك. الاحسن حاجة يا برج الجدي ان انت الفترة دي بلاش تسمع لحد، بلاش تسمع لحد. حط عينيك في وسط راسك عشان ما تقعش تقعش في مشاكل من اقرب الناس ليك، ما تقعش في مشاكل من اقرب الناس ليك. عندك كميه انتظار يا برج الجدي، عندك كميه انتظار. انت دخلت في علاقات كتير يا برج الجدي وفشلت، دخلت في علاقات كتير وفشلت. العلاقات دي خلتك تبقى قاسي، علمتك، علمتك حاجات كتير، علمتك تمسك على ايدك، علمتك تمسك في حياتك. انا شايفه لك ان انت هتطلع من كل اللي انت فيه الفتره القادمه، بتجاسب وتعافر وبتجاهد اكبر مجهود علشان توصل لدماغك. بس بلاش تنشف دماغك وتعاند، بلاش تنشف دماغك وتعاند، بلاش تكون عنيد اكتر من كده علشان ما تخسرش حاجات عزيزه على قلبك وانت بتحبها. انت بسبب عنادك يا برج الجدي بيخسرك حاجات كتيره جدا في حياتك، عندك بيخليك تخسر حاجات في حياتك انت متخيلة. الحب هيكون من نصيبك وهيديك الفرحة، واخيرا هتلاقي الانسانة او هتلاقي الانسان يا برج الجدي اللي كان اللي يحبك وهيدعمك وهيكبر منك ودايما عايزك متألق ودايما تكون احسن حد في الدنيا. بالفعل ربنا هيكرمك وهيكبر بخاطرك. الجدي عنده جبر خاطر غير طبيعي، اخيرا ربنا هيكبر بخاطرك يا جدي وهيفرحك وهيديك الانطلاقة الحلوة اللي انت مستنيها اللي هتديك عكس ما انت تتخيل. الجدي الفترة دي عنده اخبار حلوة، الجدي عنده اخبار حلوة وفرحة هتدمع عليها العين، فرحة هتدمع عليها العين بإذن الله.
بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. ما شاء الله عليك يا برج الجدي، شايفه ان الطالع بتاعك الفتره الاسبوعين اللي جايين دول هيكون عندك خطوبه وفرحه في ارض بيتك وانطلاقه جديده. فتاة الجدي انت تعبتي كتير وعافرتي وبذلتي اكبر مجهود، وحان وقت ان انت تفرحي، حان وقت ان انت تشتري البيت اللي انت عايزاه، حان وقت ان انت تبني مستقبل حلو، حان وقت يكون عندك شفاء مريض، نجاح حد، حان وقت ان انت تنجحي في حياتك وتنجحي في مستقبلك باذن الله. راجل الجدي انت ناوي على خطوبه او جواز، الله اعلم، ناوي على فرحه في ارض بيتك باذن الله هتكمل بفضل ربنا سبحانه وتعالى. الجدي عنده جبر خاطر غير طبيعي، بلاش القهر، بلاش الزعل، بلاش تقعدوا مع الناس اللي بتزعلكم واللي هي بتعملكم. انتوا كشفتوا يا برج الجدي وكمان عملتوا تحاليل معكم في حياتكم. عندك شويه مواجهات، المواجهات دي هتطلع منها وهيكون عندك حكم العداله. وعايز اقول لك يا برج الجدي ان المواجهه دي اللي هتحصل هتتحط النقط على الحروف، ولو كنت انت غلطان فهتتاسف، ولو كان في حد غلط في حياتك هيتاسف. تحياتي ليك يا برج الجدي، اتمنى لك السعاده والهنا والرزق والتفاؤل. يا رب تكسب معايا قراءه خاصه، لينك قناه اختي في اول تعليق.